زين جد شربت هاي ثانية الثانية ألف عافية يلا أبو جاسم ترجع خلصت تر ما كيف الأبران خلصت إيه يلا افتح لي آخر أنت رجع باوع باقت كيف الأبران يلا الوحيدين إيه ولا الأفضل كيف الأبران المشكلة شو شراس من عليها جمجمه ابو شاب بما انه انت مخلص بكالوريوس انجليزي ترجم عده واحده صر مور يلا روح ابو شاب اقرا هذه منور شوف هاي مو يعني مو بس طاقه يعني لعش بيها بي سي اي جلوتامين لا ارجينين هذا طبعا هذا البيتالينين 800 ملي جرام اي بيها بيتالين بيها تاورين بيها كافا تاورين اي بيها كافا يعني عدك حتى يعني كلش قوية يعني الكافيين ايش قد؟ بس ما تشرب كلها كافيين نص بس من المبتدئ انت خمام مبتدئ اي لا هون يلا على تتعب ها عندك تمن على تضرب تمن مبذول وصورة صراحة تخبط وراها كرياتين مال يابلس ايا به وجلوتامين كبسول مال يابلس روح ويا هاي الطاقة تاورين راح يصير التمرين جعيل هذا التاورين فيها ايش قد؟ فيها 500 ملي جرام طبعا لما نسمي نقول التاورين طبعا هذا التاورين مرات يسالون عليه تاورين 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 طبعا هذا موجود باللبن موجود باللحم يسر العضلات يعني بناء له كلش عالي عاش ايدك تاورين هاي واي سلوك على هذا التاورين على انستغرام تسالوني والله بيها ارجنين بيها خش فيها عمي ارجنين والتاورين حاطين بيها شغلات سوي لنا خبط بعد من هذا البي سي اي والجلوتامين انا محمد سعدون من منتجات شركه زيونا جروب اصحى اصحى راح يبدا الخبط ابدا يخبط اخبط يا على حقي اخبط جيب لك مي جيب بطل لكم عافيه ايش قرات لك تحكي ايش قرات لك خوبيه لا كنا شربنا شراب طاقه مع كيم اللبرن النص من قال لك نص عمي يخوف بيكم احمد المحمداوي تغب مو نص اشرب قوطيه كامله شنو نص متقدم يشرب لك كامله اها لا شنو مبتدئ عافيه يلا عيوني يعني خوفا عليكم يقول لك اشرب نص اما هي كيف اللوفرن اللي حاجاني شخصيا قال لي اشرب كامله واحلى رماش مع منتجات شركه زيونا جروب كيفن لوفرن لاعب حقك عبد الله لاعب حقك